أعطي الكلمة الآن إلى السيد كريم خان للتقدم بإحاطة. تفضل سيدي. سيدتي الرئيسة، المندوبون الموقرون، يشرفني أن أعرض اليوم التقرير الثالث لفريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن جرائم مرتكبة من جانب داعش أو ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام. منذ آخر إحاطة أمام المجلس واصل فريق التحقيق العمل من أجل تحقيق هدفه ومن أجل ضمان مراعاة احتياجات الناجين من جرائم داعش وأسرهم والضحايا ووضع هذه الاحتياجات في صلب عملنا بحيث نراعيها قولا وفعلا. كل المجتمعات سيدتي الرئيسة، سواء من الشبك أو الكاكائيين أو الشيعة أو السنة أو المسيحيين أو التركمان أو الأيزيديين، كلهم عانوا من وحشية لا توصف على يد دولة غير إسلامية تسمى بداعش، ومن الضروري إيصال أصواتهم والإصغاء إلى شهاداتهم بينما نجري تحقيقاتنا لبدء الدعاوى من أجل ضمان المساءلة. خلال الأشهر الستة ومنذ آخر تقرير لي، التقيت بقادة العشائر عبر العراق بالإضافة إلى أسر الضحايا والناجين في الإربيل وفي تل عفر وموصل وفي سهل نينوى وديالى ومناطق أخرى من العراق لضمان الحفاظ على شهادات الشهود، وكذلك لكي يحصل الفريق على أكبر كم ممكن من المعلومات من أجل تسليط الضوء على تجارب الضحايا والناجين وإجراء تحقيقات بالشكل المناسب وفقا للأصول. في الأسبوع الماضي زرت مخيمي نازحين في محافظة دهوك والتقيت بنساء عانين على يد داعش، ما في ذلك استرقاق والاستغلال الجنسي، وكذلك التقيت بأطفال ورجال. يعيشون بكرامة في ظروف صعبة للغاية. إذن ما ارتكبه تنظيم داعش من جرائم له أثر يستمر حتى اليوم. وأنا أشيد بشجاعة الناجين. خاصة وأنهم كانوا قادرين على الالتقاء بنا والحديث مرة أخرى عن ما شاهدوه من مآسي ومن تجارب صعبة. وذلك يذكرني بمسؤوليتنا الأساسية، مسؤوليتنا عن ضمان اتخاذ إجراءات وإجراء تحقيقات مناسبة. سيدتي الرئيسة، المسؤولية مسؤولية جماعية ملقاة على عاتق هذا المجلس وأنا شخصيا وفريقي لكي نضمن أن تقترن أقوالنا بالعزم والتصميم لإجراء التحقيقات وضمان المساءلة على أرض الواقع. كما يشير التقرير المعروض عليكم، سعى فريق التحقيق إلى بدء إجراءات عاجلة من أجل تنفيذ ولايته. فبعد عام من وصولنا إلى العراق، يسعدني إعلام المجلس أن الفريق بدأ عمله بشكل كامل. عندما بدأنا العمل كان هنالك 5 أعضاء أو 5 موظفين، والآن وصل عددنا إلى 107. وقد حافظنا على التوازن بين الجنسين، 53% من موظفين الفنيين وموظفي الدعم من النساء، وما يزيد عن 50% من كبار القيادات من النساء. كما تمكنا من ضمان مبدأ التنوع الجغرافي، فكل المجموعات الإقليمية في الأمم المتحدة تحظى بتمثيل في الفريق. ساعدنا إذن هذا التحضير على إحراز تقدم في جمع
الأدلة المستندية الرقمية والجنائية وكذلك الشهادات فيما يتعلق بأولويات التحقيق الثلاثة التي أشرت إليها في تقريري السابق، ألا وهي الجرائم في الموصل، الجرائم في سنجار، والجرائم في معسكر سبايكر في أكاديمية القوات الجوية في تكريت. وفي الوقت ذاته سعينا وبسرعة لتلبية الاحتياجات التي أو الطلبات التي تلقيناها من الدول الثالثة ومن المحاكم الوطنية، وقد استندنا إلى الصندوق الاستئماني من أجل توسيع نطاق العمليات ولكي نتمكن من تلبية احتياجات كل المجتمعات المحلية التي استهدفها تنظيم داعش بغض النظر عن انتماءاتها الإثنية أو الدينية، والتركيز في الوقت ذاته على الجرائم التي تعرضت لها هذه المجتمعات لضمان المساءلة الجنائية استنادا إلى أدلة. وقد وصل الفريق جمع الأدلة ووسع نطاق عمله ما في ذلك خلال الأسابيع الماضية، بما في ذلك إجراء عملية مسح بالليزر ثلاثي الأبعاد لمسارح الجريمة، بحيث نتمكن من عرض محاكاة لمسارح الجرائم عبر التكنولوجيا، والتكنولوجيا سمحت لنا أيضاً بإعادة زيارة هذه المواقع عبر عرض محاكاة عنها ثلاثية الأبعاد، وهو ما يساعد المحققين على إجراء عملهم. وصلنا أيضا إجراء مقابلات مع الشهود، ما في ذلك الناجين الذين عانوا من العنف الجنسي والجنساني والاستغلال والاغتصاب في الدهوك وفي مناطق أخرى، وقد أجرينا ذلك في احترام مع الاحترام الكامل للمعايير الدولية، بما في ذلك من خلال تعيين الخبراء الدوليين وأخصائيي النفسيين السريريين بدعم من هولندا. استخدمنا كذلك حملات عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أجل تحديد هوية من يظهر في فيديوهات داعش، وقد تلقينا ردود عبر وسائل التواصل الاجتماعي ساعدتنا على تحديد هوية هؤلاء. تعاوننا أيضا تعاونا وثيقا مع السلطات العراقية من أجل مواصلة جمع عينات الحمض النووي من رفات في المقابر الجماعية للتحضير للدعاوى وتحديد هوية الرفات وإعادتها إلى دائرة وتعاون مع دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية من أجل إعادة هذه الرفات إلى أسرها. وبينما أتحدث اليوم تقوم بعثة ميدانيتان بإجراء تحقيقات في محافظة نينوى، ما في ذلك تحقيقات في جرائم استهدفت قضاة وقادة دينيين وصحفيين وعاملين في المجال الصحي. فيبدو أن تنظيم داعش قد استهدف بعض القادة في الموصل عندما حاصروا تلك المدينة وسيطروا عليها بالكامل. واستناداً إلى هذه الأنشطة تمكن الفريق من تحديد عدد من أفراد تنظيم داعش سيجري تحقيقات إضافية بشأنهم في إطار الأولويات الثلاث التي أشرت إليها في التقرير الأخير. فمثلا فيما يتعلق بالأيزيديين والجرائم التي استهدفتهم، حددنا ما يزيد عن 160 من الجنات ممن ارتكبوا المجازر بحق الأيزيديين في كوجو وفي مناطق أخرى، ونسعى للتحضير لدعاوى تستند إلى أدلة دامغة سيتم عرضها على المحاكم الوطنية بالدرجة الأولى العراق وأي محاكم أخرى تسعى لمحاكمة عناصر تنظيم داعش. سيدتي الرئيسة، المندوبون الموقرون،
التقدم الذي أحرزه الفريق خلال الأشهر الستة الماضية استفاد من علاقة الدعم والتعاون المتبادلة مع السلطات الوطنية في العراق. وقد تلقينا منهم دعماً نموذجياً، وهذا ما قلته في تقريري الثاني، وقد تواصل هذا الدعم، فمن دونه ومن دون هذه المساعدة لن يكون بإمكاننا أن نحقق ونضمن العدالة، فهذه العدالة لن تتحقق إلا من خلال هذا التعاون الوثيق مع السلطات العراقية. منذ آخر تقرير أجرينا أنشطة تحقيقية ميدانية على مدى 203 أيام بدعم من السلطات العراقية. وهذه العمليات يتم تخطيط لها بالتعاون مع مركز العمليات الوطني في مكتب رئيس الوزراء، ومن دون هذا الدعم ما كان بإمكاننا أن نجري هذه العمليات خارج بغداد. تعاوننا أيضاً مع القضاء العراقي، وهو تعاون يكتسي أهمية قصوى. سمح لي الفريق ببدء عملياته بسرعة، وأنا أشيد هنا برئيس القضاة وكل قضاة العراق الذين تعاوننا معهم، فكلهم سمحوا لنا أي لي الفريق وللسلطات العراقية بضمان العدالة. ففي الموصل مثلاً تعاوننا مع محكمة مكافحة الإرهاب في تل كيف، وجمعنا آلاف من الصفحات الخاصة ب 37 قضية، كما سعينا لرقمنة المستندات والملفات. سنتمكن نحن في الفريق ويتمكن القضاء العراقي من استخدامها فيما بعد متى تمت رقمنتها. كذلك فيما يتعلق بمعسكر سبايكر والجريمة بحق طلاب الأكاديمية الجوية ومعظمهم من الشيعة، تلقينا دعماً كبيراً من اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم معسكر سبايكر والتي أنشأتها السلطات العراقية، وسأعود للحديث عن تعاوننا هذا فيما بعد. بعد اعتماد قرار المجلس بالإجماع لتمديد ولاية الفريق في آلول سبتمبر، سعيت لتعزيز التواصل والتعاون مع الحكومة العراقية، وبعد تجديد الولاية أنشأ مكتب رئيس الوزراء لجنة تنسيق وطنية في مكتبه تشمل ممثلين عن حكومة أقليم كردستان العراق، ولابد من الإشادة بالحكومة العراقية على هذه الخطوة. ولايتنا تدعو إلى احترام سيادة العراق وسلامة أراضيه، وبالتالي من المهم أن يكون هنالك ممثلين من الحكومة العراقية يتعاونون معنا. التقيت بهذه اللجنة الجديدة في 24 نوفمبر في بغداد، وسأجتمع معها مرة أخرى بعد عودتي في 10 كانون الأول ديسمبر. انتهينا من عمليات استقدام الموظفين وفقاً لمعايير الأمم المتحدة، واخترنا مرشحين من المواطنين والخبراء العراقيين، ونجري الآن مشاورات مع الحكومة العراقية لكي نحصل على موافقتهم بشأن عمليات الاختيار هذه، اختيار الخبراء الوطنيين. وحدة الهدف هذا هو التعاون والتنسيق اللوجستي والدعم للتحقيق. اقترنا بدعم حصلنا عليه من حكومة أقليم كردستان،
وهو دعم النموذجي هو الآخر. فحكومة أقليم كردستان أنشأت فرقة عمل حكومية دولية تتعاون معنا، وسييسر ذلك تلقينا للطلبات والمعلومات من حكومة أقليم كردستان في سعينا لضمان المساءلة. أطلقنا برنامج دعم ومساعدة تقنية، فولايتنا تدعونا إلى تبادل الخبرات مع النظراء العراقيين، وكذلك تقديم المساعدة الفنية، وذلك من خلال عدد من التدابير، ليس فقط من خلال مساعدة على انتشال الرفات وتحديد هويتها، وإنما أيضا من خلال التدريب والمساعدة بما في ذلك على استخدام الطائرات من دون طيار والمسح بالليزر ثلاثي الأبعاد وفحص الحمض النووي. وقد حصلنا على تمويل من الاتحاد الأوروبي، ونأمل أنه وبالتعاون مع حكومة العراق سنتمكن من إطلاق برنامج رقمنة يسمح للعراق برقمنة السجلات والمستندات والمعلومات المتعلقة بجرائم تنظيم داعش، ويسمح فريقنا بالاستناد إلى هذه المعلومات وتحضير للدعاوى وفقا للمعايير الدولية. في تقريري الأخير أشرت إلى أن الفريق سيدعم عمل المحاكم الوطنية، ويسعدني إعلامكم أننا تلقينا طلبا من فنلندا حول قضية متعلقة بمعسكر سبايكر أمام محكمة الاستئناف، وبدعم من السلطات العراقية ومن القضاء العراقي سمحنا لثمانية شهود من التقدم بإفادات من مقرنا أمام محكمة الاستئناف في فنلندا وفقا للمعايير الدولية، بما في ذلك شهود من الادعاء وشهود دفاع. وهذا التعاون سمح أيضا بنقل أناس محتجزين لدى العراق إلى مقر الفريق للإدلاء بشهادات، وحكومة فنلندا عبرت عن امتنانها لحكومة العراق على هذا التيسير. من خلال ذلك برهن الفريق عن استعداده وقدرته على احترام ولايته ودعم محاكم العراق ومحاكم دول ثالثة، وقد تلقينا ثلاث طلبات حتى الآن من دول أخرى للمساعدة في الدعاوى المحلية المتعلقة بجرائم تنظيم داعش، وتلقينا أيضا استفسارات من دول أخرى، وسنتمكن من تلبية هذه الطلبات بدعم من الحكومة العراقية. خلال الأشهر الستة الماضية تلقينا دعما من أستراليا، ألمانيا، فنلندا، فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة والفلبين والسويد وأوغندا والدنمارك، وأشكركم على هذه المساعدة بما في ذلك المساعدة في الصندوق الاستئماني وتوفير الموظفين المعارين من الحكومة ما في ذلك الحكومة العراقية. سيدتي الرئيسة، خلال الأشهر الستة انتقلنا من عمليات من مرحلة التحضير إلى مرحلة العمل بشكل كامل، وقد حققنا تقدما في جمع الأدلة وفي دعم المحاكم في الدول الثالثة، وسعينا في الوقت ذاته إلى التعاون مع الحكومة العراقية وضمان استقلالية عملنا وحياده. وأنا ممتن كل الامتنان لحكومة العراق على دعمها وعلى الثقة التي منحنا الناجون. وأنا
سعيد اليوم لأننا سنستمع إلى أحد الناجين كاتشي الحاضر معنا بمبادرة بريطانية. هذه الخطوة خطوة إيجابية، وأمل أن يتمكن الناجون آخرون ومجتمعات أخرى في العراق من الإدلاء بشهادات أمام المجلس في اجتماعات أخرى في المستقبل. شكرا. أشكر المستشار الخاص على إحاطته، ونحن نسعى دوما لدعم